حصاد الجنوب، أهلا بكم. طالبت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماع لها برئاسة اللواء أحمد بن بريك نائب رئيس المجلس من ضرورة تحمل مجلس القيادة مسؤوليته ووقف تجاوزات في إصدار الدرجات الوظيفية العليا في مؤسسات الدولة بالمخالفة للقانون، معتبراً أنها تكرس للفساد والعبث بالمال العام في ظل الحاجة الملحة للإصلاح المالية. الهيئة دعت إلى ضرورة وقف التصرفات الانفرادية ذات الطابع السياسي في تشكيل المجالس الطبية والأكاديمية، ووقف استمرارية التفرد واللامبالاة والعبث في توزيع المنح الدراسية دون معايير للابتعاث على حساب المستحقين من أبناء الجنوب. اطلعت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت خلال اجتماعها اليوم الاثنين في المكلا على سير تحضيرات اللقاء الموسع لمناضلي الحراك السلمي في مدينة المكلا. سعيد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية أكد على أهمية المؤتمر المقرر انعقاده يوم السبت الموافق 23 من سبتمبر الجاري، مؤكدا ضرورة التحضير الجيد للقاء. ترأس قائد الهبة الحضرمية الثانية رئيس لجنة اللقاء مخرجات حضرموت العام حرو الشيخ حسن الجابري اجتماعا استثنائيا لقيادات الهبة في مديريات وادي حضرموت. الاجتماع ناقش الوضع الحالي بمحافظة حضرموت وسوء الخدمات وارتفاع سعر المشتقات النفطية وانهيار الحالة المعيشية التي يعاني منها المواطنون بشكل عام، حثنا القوى الوطنية كافة للاصطفاف صفا واحدا والتصدي لتلك المؤامرات. بدأت محكمة استئناف عدن اليوم الاثنين نظر أولى جلسات استئناف قضية الطفلة حنين البكري التي قتلت عشية عيد الأضحى بشارع الكثيري في مدينة المنصورة بالعاصمة عدن على يد المدعو حسين هرهرة. هيئة المحكمة استمعت إلى طلبات طرفي المحاكمة حول توفر القصد الجنائي المباشر والاحتمالية، وقررت استكمال الإجراءات بجلسة الأحد المقبل. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.